شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. طبعا هذا الزوج من باب العافيه على الاخذه سلفلت بالباب، راح انزل الهيا ما شاء الله شي خطول يستاهل وبالعافيه ان شاء الله يشوف خير. السلام عليكم شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. ما مشترك بالقناه خلي يشترك، فعل الجرس، لايكات، تعليقات. طبعا هاي الوضعيه هسه النهائيه للسطح، يعني النهائيه كنقل خانات كابراج هالسوالف. بعد ما عندي اي شغل، يعني تقريبا استقرينا هسه بعد ماكو اي، ما شاء الله سطح كبر وبين. بعد بس منه صعد اكل، استعمل القواني اللي من هاي الديش الوساخه واصبغ هذا الحائط ان شاء الله كله، وراح اخلي سنادين ما سنادين ما زرع الترتيبات من هالصفحه هاي. يعني بعد ما عندنا شيء يجوز اذا فرغتها ما اصبغ القاع، ما متاكد من هاي السالفه لان سطح كبير مو مال شويه راد الى خلق، ما متاكد بعد يعني. وهاي الفرخات هم فاتحها اول فتحه اليوم، يعني قبل كان ينحصر صغير بذيك الجهه بس هسه وين انا قاعد. طبعا تصوير بعيد ما اشوفه، وهاي بدن ده يشال يعني صعدني نزلن. طبعا بيهن مشكولات، بيهن يعني اشكال خفيف، بيهن لا والله شاكلين اشكال قوي. بس شوف هذا صعد فوق اشكال خفيف، بس ان على العموم ده يصعدني نزلن. وعجوع طبعا ما ماكلات، شوفوا هسه ده يفتر هسه هم مديت الصونده مليت الحب، بلكي شوي المي يبرد لان ما دلحق على المي مال الحمام، خطيه حارفه. دا اصعد بالليل يعني من انطي مي للطيور انطيهن ثلج وياه، يعني حار حر مو طبيعي. هاي صار مرتي انا اصور مقطع 6 دقائق 7 التليفون يفصل من الحراره، هذا بعد الشهر السادس والسابع والثامن. الجو ما يتحملها يعني، يتحملها بشر. لا عندكم فد ترتيبات اضافات هالامور هاي انطونا خبر. هذا البيض مصبغات، شوف ذني شتريات، هذا الحمام مش شتري. هم صاعدات 2 فوق يمكن، اذن 2 جوا 3 والله ما ادري. بس والله حارة شباب، يعني هاي الفرخات مصعدة ضربة حظ، يعني 80% ما تنجح. ماكو الاجواء فد مرة يعني اجواء حارة وما يتحملها الطير الكبير، ما يتحملها. شوي انهملن ذاكرنا البيض انهملن. شوف ترايشين مكاملات، امي راد اكملهن ترايش. والله شباب حتى وقت ماكو، وقت ماكو والله. يعني حتى تشوف ذني 3 خانات هسه فرغن بعت الاخوان 3 ازواج، ولد من اهل الديوانية هم نشرت لكم مقطع اخذ زوجين، وولد الاخ اخذ زوج، وبعد هسه راح اطلع فد 4 ازواج 5، يعني افرغ لي فد 10 خانات. يعني مجال ماكو شباب، ما دلحق على المي والاكل. والمشكلة مو بس هاي، يعني تصعد العصر تريد تنطي مي، المي حار يعني خصوصا هاي الاطوار، هاي ما يتحمل اذن مي حار كل شيء يصير بيهن. هذا شلع واحد، بعد شوية ترتيبات ان شاء الله. يعني هم بعد بعد 10 ايام انت في الحمام، انت في الحمام يعني اهل السنجين حودية على مود السباق مال شهر العاشر.
تقريبا 60 فرخة والله ما ادري، ما حاسب ايش قد ذني. اشيل عندنا الاثنين هذا، اذا تشوفوا هذا، هذا الام عراقية وابو لجياني. وين هن؟ هاي امه وابو ياتنا، هاي الام والاب. سدني همين راح انزلهن بعد، نجهزهن تقريبا. وين ذاك طاران اثنين؟ والله شباب نصيحة لذني الطيور اللي دا عرضن هسه، يعني اسعارها رخيصة ومناسبة، طيور مجربة، بس لان الاجواء حارة انا اطلع منها. اللي يحب يقتني هذا الحمام اللي يحصل له كم زوج، على زوج زوج، هو ياخذ له هسه زوج خلال شهر شهرين ينتج منهن، يصير خير من الله، يستفاد بيهن، يصيرن عنده عدد، وهم طيور حلوه للسباقات وللامور، حتى ذا ما يسابق. يعني ذني بالاجواء الحلوه الطيور اللي انتو قاعد جواهن تسوى الدنيا. والله ما تعجب، انا بعض الشباب يقولون الاسعار غالي، والله مو غالي شباب، كل هذا اعرضها باسعار مناسبه. والله حتى طيور بيهن اغلى علي هم دا امشيها للعالم، ما ارجع احد. هاي من الشتريات، هذا واحد خنطر، هذا اكو شتري اثنين فوق تقريبا، اكو بعد جوا. زاد المشينا جزء تشوفوه بالمقطع هذا، مثلا طير بعيد او ذاك بعيد، لا هذا ترى فوق المسافة، بس بالكاميرا يبينين بعيدات. هذا جزء بروح طبعا شباب، اذا فصل المقطع يعني من الحرارة الكاميرا وقفت، مو من يمي، يعني ما جاي على حق اقول لكم يلا بتحياتي لكم والامور هاي. هذا حط، هذا ام عراقيه وابو هذا اللياني، وهاي الطائره هاي امها وابوها اللياني. ان شاء الله هاي اذا الله سهل ومنضي هسه تنتف جنحوذي ان شاء الله هم تدخل السباق شهر 10. بس صارت افرخ كم يوم حتى مشي عليهم كورسات علاجات والسوالف، ووراها بعد اتوكل. هذا اللي كان طاير قبل شوي، شو ما نروح حياته كان زاجل بعده كلش صغير ما يحط. اللي يريد بعد شباب من هذا الحمام اللي يعني نشرته، رقمه موجود تلقاه بهواي مقاطع، يراسلني واتساب اذا كان جاد بالشراء. اللي جاد ويشوف نفسه يريد يشتري خلي يراسلني، هلا بي اصور له انا اللي عجبه وان شاء الله يتوفق بيهن. الحمد لله لحد هاي اللحظه يعني دا انطي حمام للعالم، هم حمام داخل سباقات وحمام معروف واسعار مناسبه كلش، وبعد يعني كل واحد وقسمته وبالعافيه عليه. ان شاء الله شباب نلحم التليفون فد مره، وهاي هم راح تحط ان شاء الله نزلكم مقطع جديد بعد التحديثات الاخيره ان شاء الله، يعني الترتيبات مال الصنادين وهالامور هاي ان شاء الله خير. شباب تحياتي لكم.